بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، وتغطية خاصة لمباراة الإنتاج الأهلي والنادي الأهلي الأسبوع التاسع لمسابقة الدوري العام. الأهلي يعود للأجواء المحلية مرة أخرى بعد مشواره في مشوار تليفونات بني سويف في بطولة كأس مصر، ويعود لبطولته المفضلة دائما بطولة الدوري العام، 39 بطولة للنادي الأهلي، وهل من مزيد. النهاردة مواجهة خاصة أمام الإنتاج الحربي، مرة تانية يعود النادي الأهلي للأجواء المحلية، مواجهة خاصة ما بين الكابتن حسام البدري والكابتن مختار مختار الذي مميز دائما بالأداء القوي أمام الفرق الكبيرة. يا ترى يا هل ترى بماذا ستسفر هذه المواجهة الخاصة؟ الأهلي دائما يبحث على لقب البطولة. نروح على طول لمراسلنا كريم أحمد من مقر إقامة النادي الأهلي. كريم، وصف لنا إيه آخر الأخبار لديك وآخر أخبار كواليس معسكر النادي الأهلي قبل الذهاب إلى مباراة الأهلي والإنتاج. زميلي محمد، تحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. زي ما انت قلت طبعا مباراه الاهلي والانتاج الحربي على استاد السلام فيها الساعه 8 مساء ان شاء الله. بنتمنى كل التوفيق في البدايه للنادي الاهلي. النادي الاهلي ادى مباراه رائعه في بطوله كاس مصر امام تليفونات بني سويف، نتيجه واداء كانوا مميزين جدا بالنسبه للنادي الاهلي، بيختلف طبعا بشكل كبير جدا مباراه الدوري العام النهارده. بنتمنى يكون التوفيق حليف في فريق النادي الاهلي في هذه المباراه. لو برجع معاك، يمكن احنا دلوقتي في هذه اللحظات في فندق الاقامه الخاص بمعسكر فريق النادي الاهلي. كابتن حسام البدري طبعا بعد المباراه بني سويف اعطى اجازه يوم يليق اللاعبين، هو يوم السبت، وكان اتدربوا اربع تدريبات على مدار الايام الماضيه استعدادا لهذه المباراه. امس كانت في محاضره مهمه جدا للكابتن حسام البدري، محاضره فيديو طبعا كان فيها بعض الامور الخاصه للنقاط الضعف والقوه لفريق الانتاج الحربي. واليوم الساعه 6 الا ربع قبل التحرك هنا من فندق الاقامه هتكون في محاضره الاخيره للكابتن حسام البدري والجهاز الفني لوضع التشكيل الخاص بهذه المباراه، وايضا وضع الرتوش الاخيره على طريقه اللعب اللي هيقوم بها النادي الاهلي في مباراه اليوم الاهلي والانتاج الحربي. زي ما انت عارف طبعا يا زميلي محمد، يمكن بعرف كل الساده المشاهدين، غيابات كثيره جدا في صفوف فريق النادي الاهلي في هذه المباراه، سواء للرؤيه الفنيه من الكابتن حسام البدري او للاصابات. 13 لاعب النهارده بيترأسهم صالح جمعه وشريف اكرامي وعلي معلول ورامي ربيعه وبكماني واكرم توفيق ومحمد نجيب وكريم ندفد وعمرو بركات، اسلام محارب، احمد حمدي، صبري رحيل، باسم علي. لو برجع معاك لاحمد حمدي، يمكن طبعا ظهر بشكل مميز جدا خلال المباراه الماضيه مباراه تليفونات بني سويف، ويمكن ناس استغربت شويه ان هو ازاي يكون مش متواجد في القائمه، لكن احمد عنده اصابه في العضله الاماميه او نقدر نقول تقل في العضله الاماميه، تعوقه طبعا على المشاركه اليوم. يمكن فضل الجهاز الطبي لفريق النادي الاهلي والكابتن حسام البدري راحت اللعب خوفا من تفاقم الاصابه، وكان الكابتن حسام وعده بصراحه ان هو يكون في فرص كثيره ليه خلال الايام القادمه والمباريات القادمه، نظرا لظهوره المميز خلال المباراه الماضيه مباراه تليفونات بني سويف، وكمان في التدريبات اللي بياخدها بشكل مميز جدا. وليد ازارو عايز اطمنك عليه، امبارح كان برده كان تعرض لكدمه قويه جدا في المران، كره مشتركه مع ايمن اشرف، لكن شارك بشكل مميز وطبيعي بقيه المران الجماعي. النهارده بنتمنى له ايضا كمان وليد يكون متواجد في هذه المباراه، يكون بيأدي كمان بشكل رائع ويحرز اهداف كما عودنا خلال الايام الماضيه. كل الامور ماشيه بشكل طيب جدا بالنسبه لفريق النادي الاهلي، ويبقى التوفيق زي ما بنقول لمباراه الاهلي والانتاج الحربي، ويخرج النادي الاهلي حاصل على نقاط هذه المباراه. الساعه 6 هيتحرك فريق النادي الاهلي الى ملعب استاد السلام، وزي ما بنقول طبعا كل الاجواء هنا رائعه، ويبقى التوفيق للنادي الاهلي. ولو فيها استفسار اتفضل زميلي محمد. شكرا زميلنا كريم احمد من مقر معسكر النادي الاهلي قبل الذهاب الى ملعب استاد السلام عشان مواجهه الانتاج الحربي في الدوري العام، طبعا هذه البطوله القويه اللي يعني النادي الاهلي دايما بيسعى للفوز. خلينا نتكلم مع حضراتكم ونقول ان النادي الاهلي ابتداء من لقاء اليوم هيخش في معمعه اللقاءات، كل اربع ايام هيكون في مواجهه، وهنسردها لحضراتكم مع عرض النادي الاهلي ومشواره في بطوله الاهلي. خلينا نتكلم على مشوار النادي الاهلي في بطوله الدوري الممتاز. النادي الاهلي لعب وواجه طلائع الجيش في بدايه الدوري الممتاز، تعادل 1-1،
وبعدها واجه الاتحاد السكندري فاز بهدفين مقابل لا شيء، ثم افترس الرجاء من مرسى مطروح بأربع أهداف مقابل هدف، واليوم هو رابع مواجهاته في بطولة الدوري الممتاز أمام الإنتاج الحربي بسبب المؤجلات الإفريقية لمشاركة النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا ووصوله للمباراة النهائية. خلينا نروح لمشوار الإنتاج الحربي في الدوري العام. أول لقاءاته كانت أمام الزمالك، تعادل 1-1. كابتن مختار الطنس نقطة مهمة، طلع الجيش والإنتاج الحربي، تفوق الإنتاج الحربي في ديربي القوات المسلحة بهدفين مقابل هدف، والإنتاج الحربي أمام مصر المقصة تفوق الإنتاج بهدف مقابل لا شيء، ثم نجح في الفوز على الرجاء بهدفين مقابل لا شيء قبل أن يسقط أمام الإسماعيلي بهدف مقابل لا شيء، ثم يتعادل مع الاتحاد السكندري بهدف مقابل هدف. ده مشوار الإنتاج الحربي حتى الجولة الثامنة، كل هذه الأمور قبل المواجهة الثامنة، وبعد كده تكملة الإنتاج الحربي أمام المقاولون، سقوط بثلاث أهداف مقابل هدفين، ثم سقوط أمام الأسيوطي سبورت بثلاث أهداف مقابل هدف قبل أن يذهب إلى هذه المواجهة لمواجهة النادي الأهلي وهو في المركز الـ11 برصيد 9 نقاط. طبعا النادي الأهلي في المركز الـ14 برصيد 7 نقاط، ولكن الكل يعلم أن النادي الأهلي لديه 5 مباريات مؤجلة. خلينا نروح لهدافي الفريقين في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم. جونيور أجاي من النادي الأهلي وأحرز هدفين، واللاعب عمر السعيد للإنتاج الحربي واحد من هدافي النادي من هدافي عفوا الدوري الممتاز برصيد 6 أهداف، وبينافس بقوه على لقب الهداف في هذا الموسم. تاريخ المواجهات ما بين الأهلي والإنتاج الحربي، خلينا نقول ان عدد المواجهات كانت 11 مرة، الفوز كان حليف النادي الأهلي في 8 مرات، والإنتاج الحربي لم يفوز على النادي الأهلي حتى الآن. تعادل كان يحل في او حل في 3 مواجهات. اكثر اللاعبين مشاركه كان احمد فتحي في 9 مباريات، وحازم فتحي نجم قلب دفاع فريق الانتاج الحربي من قبل في 5 مباريات، 18 هدف هي حصيله هدافي النادي الاهلي في شباك الانتاج الحربي، اما هدافه الانتاج الحربي احرزوا 6 أهداف فقط في شباك النادي الاهلي. أكبر فوز كان 3-1 موسم 2013-2014 ده للنادي الأهلي. طبعا احنا ذكرنا ان الانتاج الحربي لم يفز من قبل، وهداف النادي الأهلي هدافه كان عبد الله السعيد احرز 3 أهداف، اما فريق الانتاج الحربي محمد عبد ربه فيليكس لو تفتكروه ناشئ النادي الأهلي السابق احرز 2 أهداف. ده تاريخ مواجهات النادي الأهلي والانتاج الحربي في الدوري الممتاز. خلينا نروح لأذكر حضراتكم في الترتيب مرة تانية. الانتاج الحربي من 8 مباريات حصل على 9 نقاط، فاز في 2، تعادل في 3، خسر في 3، له 10 أهداف عليه 11 هدف، طبعا -1 فيما بين فارق الأهداف. نادي الأهلي من 3 مباريات فاز في 2، تعادل في 1، لا يوجد خسارة، له 7 أهداف عليه 5 أهداف، طبعا +5 في فارق الأهداف، والترتيب أمام حضراتكم في 7 نقاط، ولديه لسه 5 مباريات مؤجلة بسبب مشاركته الإفريقية وصوله للدور النهائي. خلينا نروح لنتائج الجولة الثامنة في مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم 2017-2018. مويل العرب يتعادل أمام الداخلية بهدف مقابل هدف، الإسماعيلي وإمبي بهدف مقابل هدف، والرجاء يسقط أمام طنطا بهدف مقابل لا شيء، والزمالك يتفوق على بتروجيت بـ3 أهداف مقابل لا شيء، الأسيوطي والإنتاج ذكرنا لحضراتكم أن الأسيوطي تفوق بـ3 أهداف مقابل هدف، الاتحاد السكندري يسقط أمام المصري بهدف مقابل لا شيء، وطلاع الجيش كان تعادل مع وادي دجلة بدون أهداف، ومصر المقصة فاقت وفازت على سموحة بـ2 مقابل لا شيء بعد عودة الكابتن أو بعد قدوم الكابتن عماد سليمان لفريق مصر المقصة. نروح لمواعيد مباريات الأسبوع 9. المصري البورسعيدي أمام المقاولون العرب الساعة 5، بتروجيت وطلائع الجيش الساعة 5، كل دي مباريات الغد بإذن الله، وأخيرا الزمالك أمام النصر في الساعة 8 مساء. بنفكر حضراتكم بكل ماتشات الدوري الممتاز اللي في الجولة 9. خلينا نروح لترتيب الدوري الممتاز حتى الجولة 8. الإسماعيلي في الصدارة برصيد 17 نقطة، مصري البورسعيدي في المركز الثاني 16 نقطة، ويحل الزمالك ثالثا برصيد 15 نقطة، مقاولين وفي المركز الرابع برصيد 15 نقطة، وسموحة في المركز الخامس برصيد 12 نقطة، طنطا في السادس في المركز الـ11. النهاردة الإسماعيلي فاز طنطا أصبح
20 نقطة بس. احنا نذكر حضراتكم لان هذا الجدول كان قبل طلوع الهوا، كان ماتش الاسماعيلي في كان بيتلعب. ماتش فريق بتروجيت في المركز التاسع برصيد 10 نقاط، وام بي في المركز العاشر برصيد 10 نقاط. الفوارق ما بين الفرق لسه مش كبيرة، لسه المشوار الدوري طويل جدا، ولكن البدايات الفرق اللي بتبتدي قوية بتستطيع انها تفنش بشكل اقوى. الاسيوطي ثم الانتاج والداخلية والاتحاد السكندري عندهم 9 نقاط، ويأتي بعدها النادي الاتحاد برصيد 8 قبل النادي الاهلي اللي في المركز دلوقتي معاه 7 نقاط في المركز ال 14، وادي دجله في ال 15 6 نقاط، ومصر المقاصه في رصيد 5 نقاط، والاثنين تعادله بالامس 3 اهداف مقابل 3 اهداف، النصر والرجاء، والنصر باربع اهداف والرجاء حتى الان نقطه واحده، ويبدو ان فرق المؤخره عليها انها تستفيق قبل فوات الاوان. خلينا نروح لهداف بطوله الدوري العام حتى الان، ده حتى امس، عمرو السعيد الانتاج الحربي بست اهداف. عايز افكر حضراتكم ان حسين الشحات كان احرز اهداف في الامس واصبح هداف الدوري برصيد 7 اهداف، وطارة من وادي دجله 4 اهداف، ومحمد فاروق المقاولين العرب 4 اهداف، محمد اشرف من الزمالك برصيد 4 اهداف، وديجو كالدرون كان احرز هدف كمان النهارده ووصل الى ثالث هدافي الدوري برصيد 4 اهداف، واحمد جمعه من المصري البورسعيدي ب4 اهداف. ده هدافي بطوله الدوري حتى الان، وانا قلت لحضراتكم الا التحديثات اللي حصلت لان وقت ما احنا شغالين في مباريات كانت شغاله. هدافي بطوله الدوري الممتاز لسه مكمل مع حضراتكم، ان جون انتوي من مصر المقاصه 4 اهداف، وكواكو من الاتحاد السكندري 4 اهداف، واحمد علي المقاولين 4 اهداف، وحسين الشحات قلت لحضراتكم امبارح احرز هاتريك واصبح 7 اهداف، ومحمد جابر من طنطا برصيد 3 اهداف. ده ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز حتى الان. الكل والصراع مشتعل في بطوله وعمر الدوري الممتاز بكل قوه. خلينا نروح لمباريات الاهلي المقبله. الاهلي هيواجه الاسماعيلي في يوم الاثنين ان شاء الله تبقى الساعه 7، ثم سيواجه الداخليه يوم الجمعه هيبقى الساعه 8، وهيواجه المصري البورسعيدي هيبقى يوم الثلاث هيبقى الساعه 8 ان شاء الله، ثم امام ام بي في الساعه 8 من مساء السبت 2 ديسمبر باذن الله. زي ما قلت لحضراتكم كل 4 ايام النادي الاهلي هيلعب ماتشاته، وده حاجه مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي، ولكن على الجهاز الفني انه يحط هذه الامور في حسبانه، اكيد هيبقى فيه سياسه تدوير لان هتبقى صعب ان كل اللعيبه تلعب هذه الماتشات. عندنا كلام مهم جدا نخش مع حضراتكم في التشكيلات، ولكن بعد هذا الفاصل ما تروحوش بعيد، نادي الاهلي حديث.